مش اي ام ايزو عرفتني؟ او ايزو من لبنان. يس يس. هو ار يو جورج؟ او ويلكم ايزو. طلبتي موعد عاجل ما هيك؟ يس يس. ليك مستر جورج، صحيح انه بامريكا عندكم صواريخ بتلحق الدبابه وين ما تروح؟ يس اوف كورس. رولي، وكيف بيتحرك هالصاروخ؟ اي ثينك انه بيتحرك على ريموت كنترول، يعني جندي بيطلق الصاروخ وبصير كيف ما بتروح الدبابه بيحرك الصاروخ خلفها. رولي، يعني اذا راحت الدبابه على الشمال بيلحقها على الشمال، واذا راحت على اليمين بيروح وراها على اليمين. ايجو اي ثينك عرفت شو في براسك. بدك صاروخ لتضربي فيه تيارات الميج الروسيه اللي بدها تقدمهم روسيه للبنان. يعني ليك هو مستر بوش انا بدي يعني بدي. يس يس يس. شوفي ايجو، ما في اعطيكي صاروخ او صواريخ لاسباب خاصه، لكن بعطيكي ريموت كنترول. يس، وانت بتركبيها على شو بدك لتضرب فيه التيارات تي ان تي، داينامايت، ار بي جي، كله بيتحرك على الريموت وبيلحق الهدف دبابي او صاروخ. تفضلي، هيدا هو الجهاز بتركبيه بالمتفجره، وهيدي الريموت كنترول بتحركي فيها. تانكلو مستر بوش. لكينا ممكن تعطيني جوز؟ بدي حط واحد بكل فردي منهم. او نو نو، شو هيدا؟ بدي حركه على الريموت، ابقاش بدي حدا ينخ ويزمط منه. نو نو بليز ايزو، نو نو بليز. بلا يا مستر بوش، هيدا الصباط رح يصير للكواع لاكزيس. نو نو بليز نو. مستر بوش، لك رجعي يا عمي، مش رح اشبك فيه. هيدا اخدته للاستعمال المحلي عنا، بس ما بدي ريموتات بليز يا عمي. في كذا واحد بدي شبقهم يا مستر بوش. هيدي بتمشي على البوتينات مستر بوش؟ يا حرام قطع قلبه مستر بوش.